ممكن تشيل النظارة؟ سعيدة بزواجك؟ طيب ما اشتقت إلي؟ ولا بالسر؟ لا شو الممنوع ولا شو الحرام؟ أنا هلأ مرة متزوجة ما رح تسمع مني ولا كلمة إذا لسه اللي عندك مودة بتمنى إنك تقبل مني هذا الطلب الصغير. شو هاد؟ هدية. شفقة؟ لا ترجاك. عم تشفقي عليه؟ مرحبا. أهلين دكتور. وإمتى طلعت من السجن؟ صار لي يومين. شو كانت التهمة؟ وحياة لأختي ما بعرف. الحمد لله على سلامتك. تنذكر وما تنعاد. بالإذن. إذنك مع الدكتور. كأني امبارح شفت كيس في مصاري هون. بعت شوية ذهب. مشان شو؟ ابدا، كنت بدي اتصدق فيهم عن روح المرحوم ابي. كان يحب ان يصفعها بالحقيقة. توجعني. اسف. ما كون سمعت انه هشام طلع من الحبس؟ ليش انت بتعرفه؟ ايه شوي من بعيد. سيدي الله يفرج عن كل المساجين. امين.